الإمبراطور المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين. هو أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني الصنهاجي، المولود عام 1083 ميلادية في مدينة سبتة. حكم الإمبراطورية المرابطية اللي امتدت من ضفاف نهر السنغال إلى حدود الأراغون، ومن المحيط الأطلسي إلى مدينة الجزائر وعاصمتها مراكش. باه يوسف بن تاشفين هو مؤسس المدينة ومؤسس سلالة المرابطين، لباني داء أهل الأندلس، فاجتاز عندهم وانتصر على القشتاليين في معركة زلاقة الشهيرة، ونهى عهد ملوك الطوائف وصبحت الأندلس تابعة لدولته ودولة ولده من بعده. أم علي من أصل إسباني كاثوليكي، لعبت دور كبير في حسم الخلافة لصالحه عوض ولد يوسف الأكبر تميم ابن زينب اللي تعين في مناصب عسكرية عليا بالأندلس. منين مات يوسف بن تاشفين سنة 1106 عن عمر قارب 100 عام؟ تولى علي بن يوسف بن تاشفين قيادة الدولة المرابطية. قال ابن عداري المراكشي: واختار يوسف عليا ليخلفه لما يتمتع به من النباهة والحزم والتقوى، وكان مختفيا سيرة والده. خضى لقب أمير المسلمين كيف باه يوسف اللي كان أول واحد تسمى في التاريخ الإسلامي بهذا اللقب، معلنا الولاء للخليفة العباسي ببغداد. تذكر علي بن يوسف بن تاشفين بورعه وبتعبده وبإكرامه العلماء، وصفه لسان الدين بن الخطيب في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة قائلا: وكان ملكا عظيما عالي الهمة رفيع القدر فسيح المعرفة شهير الحلم عظيم السياسة، أنفذ الحق واستظهر بالأزكياء ووالى الغزو وسد الثغور إلى أن دهمه من أمر الدولة الموحدية ما دهمه وكل شيء إلى مدى. خلال فترة حكمه واجه علي بن يوسف بن تاشفين خطر مزدوج، من جهة حركة الاسترداد في شبه الجزيرة الإيبيرية، ومن جهة أخرى حركة الموحدين في المغرب، فحارب في أكثر من جبهة وتكفل مهمة الدفاع عن الأندلس. من بين المعارك والحملات العديدة اللي خاضها ضد الأراغون وقشتالة وكاتالونيا والبرتغال، كان انتصار علي الكاسح ضد القشتاليين في معركة أقليش عام 1108، معركة تولى فيها القيادة بنفسه وشهدت هلاك عدد كبير من الفرسان المسيحيين بما في ذلك الكونتات السبعة وولي العهد الأمير سانشو ابن ألفونسو السادس ملك قشتالة اللي مات من بعدها بعام حزنا على ولده. في 1110 غزا علي طائفة سرقسطة، وهي دويلة إسلامية مستقلة تولدت على أنقاض الخلافة الأموية في قرطبة، حكمها آنذاك بني هود اللي كان ملكهم في ذاك الوقت هو عبد الملك الملقب بعماد الدولة، كما فتح المرابطون في عام 1115 جزر البليار اللي كانت سقطت في عهد ملوك الطوائف. ما ترددش عماد الدولة في إبرام تحالف مع ملك أراغون ألفونسو الأول الملقب بالمحارب لتصدر قيادة حرب الاسترداد والحملة الصليبية، مع إرسال سفارة إلى بابا روما كيطلب منه إعلان حرب على المسلمين. بدأ حصار ألفونسو الأخير لسرقسطة في 1118 بمساعدة حليفه غاستون الرابع فيكونت بيارن وطوائف عديدة أخرى من نصارى إلى أن استولى عليها. وكان أمير المرابطين علي بن يوسف رسل أخوه الأمير تميم على رأس قوات مرابطية، لكن أصيب بالفزع من ضخامة الجيوش، فكانت من أقصى الضربات اللي تلقتها دولة المرابطين في الأندلس. حاول المرابطون استعادة سرقسطة لكنهم فشلوا في معركة كوتوندا اللي دارت سنة 1120 بين الجيش المرابطي بقيادة إبراهيم بن يوسف بن تاشفين وقوات ألفونسو الأول ملك أراغون بجانب أمير سرقسطة عماد الدولة والحلفاء اللي عبروا جبال البيغاني مثل ويليام أكيتان. في 23 رمضان سنة 528 هجرية 1134 ميلادية استطاع المرابطون النصر الكامل خلال معركة إفراغا، وهي واحدة من أعظم معارك المسلمين في الأندلس. فألفونسو المحارب بعد ما انتهى من حروبه الداخلية واصطالح مع جيرانه القشتاليين استأنف حملته طامعا في مدينة طرطوشة، ولكن لزم عليه الاستيلاء أولا على مدينة إفراغا عبر المضيق ما يقرب 10,000 جندي.
عزوا الجيوش المحلية بقيادة يحيى بن غنية للدفاع عن إفراغ المحاصرة، فتم استدراج جيوش ألفونسو خارج أسوار المدينة وتقتل خلق كتير بالسيف، منهم أساقفة ويسكا ورودا والعديد من الفرسان من أوكسيتانيا وأراغون وكاتالونيا ونافار. وكان من بين الضحايا إمري فيكونت ناربول وسانتول فيكونت بيارن، بينما توفى ألفونسو ملك أراغون ونافار بعد 8 أيام في دير سان خوان دو لا بينيا في سراقوستا متأثرا بجراحه، وقيل كذلك غما من هول الهزيمة، معلنا بذلك عودة العزة للجيش المرابطي وتوقف حركة الاسترداد. الخطر الثاني اللي واجهه علي بن يوسف بن تاشفين هو حركة الموحدين بقيادة محمد بن تومرت، وهو منحدر من الأطلس الكبير. وصل مراكش عام 1120 بعد إقامة طويلة في المشرق. علي ما قدرش في البداية الخطر اللي مثله، فلما سمع بأنه كيدعو الناس إلى الخروج عليه فكر في عقد مناظرة بينه وبين فقهاء الدولة ورفض النصائح اللي طالبت بسجنه أو حتى بقتله. ومعنا في جبل الأطلس خارج أسوار المدينة بدأ بن تومرت تنظيم الحركة الموحدية اللي استغلت الظروف الاجتماعية والسياسية. ما اكتفاش بالانتقاد والمطالبة بالإصلاح وسلك طريق التربية، بل اتهم المرابطين بكونهم مجسمون كفار، وسمى أصحابه بالموحدين تبعا لذلك، وحرض على تكفيرهم واستحل دماؤهم وادعى أنه الإمام المعلوم والمهدي المعصوم. دارت عدة معارك بين الدولة المرابطية وبين الحركة الموحدية اللي كان الأب الروحي وحاكمها الأول هو بن تومرت، وزعيمها الحربي هو رفيقه عبد المؤمن القومي. أهم المعارك بالجيشين هي معركة البحيرة اللي جرات أحداثها عام 1130 شرق مراكش. المرابطون بقيادة أبو بكر بن علي بن تاشفين المعروف باسم بقو والجنرال إبراهيم بن تعبابست لحقوا هزيمة ساحقة بالموحدين اللي تقتل فيهم عدد كبير تقدر بأربعين ألف شخص. من بعدها مات بن تومرت في تينمل، لكن الموحدين سرعان ما نظموا صفوفهم وخاضوا سلسلة من المعارك بقيادة عبد المؤمن، فانتصر الموحدون في وادي درعا حيث دمروا تازاغورت وتقدموا لمنطقة سادلة وغزاوا مجموعة من الحصون مثل الداي أو تاغرارت. بناء على نصيحة شيخه المتوفى تجنب عبد المؤمن مغامرة بالنزول بعساكره إلى البسائط وسلك طرق الجبال. من بعد الأطلس انتقل عبد المؤمن في وقت لاحق إلى الشمال الشرقي واستقر في تازة حيث حمل لقب أمير المؤمنين، ولم يكتفي بذلك بالإطاحة بسلطة علي فحسب، بل تنافس على لقب خلفاء بغداد العرب. باش يواجه علي خطر الحركة الموحدية صدر أوامر منذ حوالي عام 1126 بإحاطة المدينة بأكملها بسور من الحجر بعد التشاور مع فقهائه. وساهمت البلاد كلها بطريقة أو بأخرى، أما بالمال فالتكلفة الإجمالية لسور مراكش هي 70 ألف دينار من ذهب، أو بالمشاركة المباشرة في العمل أو في إطعام المتطوعين والحرف. هكذا بعد 8 شهر من البناء تبنى سور كيبلغ طوله أكثر من 9 كيلومترات وارتفاعه أكثر من 7 أمتار، متكون من 12 بوابة محصنة بالأبراج. تم بناء العشرات من الأسوار الأخرى بالإضافة إلى تجهيز شبكة من الحصون في جميع أنحاء الإمبراطورية، سواء في المغرب أو في شبه الجزيرة الإيبيرية، على وجه الخصوص في ألميريا وإشبيلية وقرطبة. من بين إنجازات علي بن يوسف بن تاشفين المعمارية الجامع الأعظم في مراكش اللي هدموه الموحدين أثناء استيلائهم على العاصمة سنة 1147 بسبب خطأ توجيهي لمحرابه حسب تفسيرهم، ورغم بنائهم لمسجد آخر بقى معروف باسم مسجد علي بن يوسف. وما بقاش من المسجد القديم سوى القبة المرابطية المرتبطة بقاعة الوضوء والمنبر اللي تحول من المسجد الأول إلى الكتبية في العهد الموحدي وهو معروض للعموم في وقتنا الحالي في قصر البديع. كما يمكننا نذكره منبر جامع القرويين وهو تحفة في العالم الإسلامي، تم تصميمه كيف السابق في قرطبة بناء على طلب من علي، وبقى هذا المنبر كي أدي وظيفته إلى وقتنا الحالي. من الصعب الحديث عن دولة علي دون ذكر دور الفقهاء،
اللي شكلوا العمود الفقري للسلطة مع ضيق فكري وتعصب مذهبي أدى في بداية عهده إلى إفتاء علماء المغرب والأندلس بإحراق كتاب الغزالي إحياء علوم الدين. أما أواخر سنوات حكمه اللي تزاد فيها زهده وتسليم أمور الرعية، فكان اغتيال عدد من الشخصيات الأندلسية اللي تم استدعائها لمراكش، مثل ابن العريف الصنهاجي من ألميريا اللي تسمم في السجن عام 1141 وقبره معروف بسوق العطارين، أو ابن برجان الإشبيلي. كتشير بعض المصادر أنه قبل موته في السجن ضحية تسمم قال: والله لا عشت ولا عاش الذي أشخصني بعد موتي. توفى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين من بعده بالضبط في عام 1143 في عاصمة دولة مراكش بعد 37 عام من الحكم. وفقا لإرادته دفن بطريقة متواضعة بدون بناء سقف أو قبة. خلى ولدو تاشفين دولة كتغطي مناطق شاسعة كتشمل ما يتطابق اليوم مع دول مثل المغرب وغرب الجزائر وموريتانيا وجزء من السنغال ومالي والأندلس ومنطقة فالنسيا وأجزاء من كاتالونيا وأراغون. لكن خطر الموحدين أصبح أقوى من أي وقت مضى.